المشكلة عندنا أكثر من 15,000 فدان بارط ومش لاقيين ميه ولا لاقيين نزرع، وبندفع ائتمان زراعي وأرض ملك أصبحت الأرض اللي في الجبل اللي ملهاش مقررات مي استولت عليها أصحاب النفوس وخدت ميتنا وجرينا لما نشف رينا نتدين فلوس من بره، وعيل يطلع يشتغل في العمالة ناخدهم منه ونطلع نجري فوق نشكي، ما حدش بيسأل فينا، وبيوتنا اتخربت خالص وولادنا هكوا مش لاقيينه ولا لاقيين نوكل عيالنا. ليا من 8-9 سنين ما فيش عندي نقطة مي، حوالي 10,000 فدان بايرة بياكل منها 150,000 نسمة، مش 100 نسمة بس، واللي عايز يحصر يحصر. أوجه رسالتي أولا للسيد الرئيس السيسي يحافظ على البلد دي، وتاني حاجة أوجه رسالتي للوطنيين في البلد، احنا اشتكينا من أول ما دخلنا على مركز إقصى لعند ما وصلنا الوزارة في مصر. بدأت فيه تعديات بحجم كبير جدا لا حصر له على بحر الجرجبة وبحر الغرق، ابتداء من قصر الباسل حتى الوحدة المحلية بالحجر موجود تعديات على شمال البحر أكتر التعديات، وعلى يمين البحر. ما بتزرعوش دلوقتي اي حاجه؟ احنا ما بنزرعش دلوقتي اي حاجه خالص، واحنا في يعني في مجاعه. اللي عنده بقره يشرب منها حليب مش لاقي يوكلها، بعناها، اولادنا هجوا، ارضنا كانت بتجيب خير ربنا ما كناش محتاجين لحد، اصبحت ارضنا بايره. الارهاب نابع من المرار اللي احنا فيه، من المرار اللي احنا فيه، احنا مش لاقيين نصرف على اولادنا. ابني بعد ما كنت بصرف عليه الارض دي كانت بتزرع قمح وبتزرع طماطم وبتزرع بصل واجود المحاصيل، حاليا مش لاقيين حاجه خالص، ولها مقرر وميه، لها مقرر وميه وواخدينه الناس اللي فوق. الارض باريه وفيها شوك، ما فيش له ميه، مش عارفين نشرب، مش عارفين ناكل ومش عارفين نعيش. احنا بدناش الاستاذ وائل. يا استاذ وائل انت صوت حق، انا بسمعك كل ليله في التلفزيون، ارفع صوتنا للمسؤولين، ارفع صوتنا لعبد الفتاح السيسي اللي انتخبناه، الراجل اللي عنده مصداقية يبعت لنا اي حد من عنده مفاجئ. ان كنا احنا بنكذب انا مستعد اني اخش السجن واتحاسب عن الكلام ده. ابعت لنا حد مفاجئ يجي يشوف مناظرنا وارضنا، حريمنا احنا كنا نصور، بس احنا ناس عرب بنغير على حريمنا، والله اقسم بالله قاعدين في البيوت نلاقي الاكل بتاعنا طق طق. لا الزرع جف، الضلع جف، الأرض بتقول بدوني، كف الشجر مات الجمر، الأرض بتقول